هل من نصيحة لمن يرددون ما تردده وسائل الإعلام عن الإرهابيين، والبعض يلقبون المجاهدين بهذه الكلمة، وهل هذه الكلمة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإرهاب قسمان، قسم مشروع وهو إرهاب الكفار أعداء الله ورسوله. المسلمون يرهبونهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا إرهاب مشروع، إرهاب أعداء الله. إذا لم نرهبهم أرهبونا، إذا لم يرهب المسلمون الكفار فإن الكفار يرهبون المسلمين ويتسلطون عليهم. أما النوع الثاني وهو الإرهاب بغير حق، الإرهاب للاعتداء على الناس بغير حق، ترويع الآمنين، الاعتداء على الأطفال وعلى النساء وعلى الشيوخ، الاعتداء بغير حق، هذا حرام ولا يجوز. يقول: هل هذه الكلمة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلق؟ في القرآن ترهبون به عدو الله وعدوه، هذا في القرآن.